تحياتي لأحلى متابعين وأحلى جيمرز وأحلى جيكس، معكم حسان سالم من قناة جيكس الشرق الأوسط. زي ما انتو شايفين يا أحلى جيكس، اللعبة الجديدة اللي راح نلعبها هي Call of Duty Infinite Warfare، الهدية الرائعة اللي أهداني إياها صديقي حمدي أو HF Gamer، واللي حب من خلالها يدعمني ويدعم القناة، فأنا بتشكرك كتير يا حمدي وكلك ذوق، وبتمنى تكون هالتجربة حلوة إلي وإلكم. أنا ما بدي أطول عليكم، يلا نبلش. The needs of our planet were greater than she could supply. So we went beyond the reaches of our atmosphere. The new frontier offered the promise of a new beginning. But the distance gave way to a movement with no connection to the place we call home. New rules, new ambitions, a new enemy. The Settlement Defense Front built an army and broke away from the Earth with blood and violence. They aren't revolutionaries. They want absolute power. They raid colonies, take resources, and control territories by force. They use their fleet to block us from raw materials we need to survive. Their mission is to erase everything Earthborn. Today, the SDF is a war machine, ruled by its military. If a leader united that force, they would mobilize and try to take our homeland. Warlord, this is Scar One, standing by for tasking. Copy, 1-1. One of our weapons facilities is under attack by the SDF. We believe this is part of an operation codenamed Raya. Intel suggests their target is a prototype weapon. Your team will extract the prototype and torch the site before SDF can locate it. Understood, Warlord. We'll get it done. 1 minute! Friendlies! Facility's dark. We get our weapon, torch the site. Gear check! OMA systems online. Rules of engagement. Weapons free. Good to go. 10 seconds. Door! Green light's going, green light. Call it Wolf. وشكلنا راح نبلش هلا، انا متحمس كثير، يلا نكبس اكس. Go! Go, go! انا وولف، اسمي وولف. الذيب الذيب، هدول اللي معش اسمائهم، هذا اسمه ايش؟ سبايس سبايس. وين رايحين؟ وهذا اسمه ايش؟ هولد اكس، هولد اكس، جامب سكسسفول. يا سلام، احنا في مكان درجة الحرارة فيه سالب 300، يعني شوي برد. بتمنى يكون لابس جاكيت او بلوزة كم. هلا انا حسب ما فهمت من القصة انه الارض وضعها زي الزفت وبحاجة لموارد ومواد خام كتير. جمب ان، وهذه الموارد هولد اكس. اوه R3. والله هالولف عنيف. اوه خشينا خشينا بالجد، خشينا بالجد يا جدعان. فالموارد الخام والمواد اللي بحاجة لها الأرض موجودة بالفضاء، لكن في جماعة اسمهم SDF Settlement Defense Front. اوه والله السايبس قوي.
وهذا شو اسمه تي، اسمه كاسة شاي تي. فهدول جماعة الاس دي اف جماعة مسيطرة محتلة بدها تاخذ كل هالموارد والمواد لإلها وتسيطر على كل المناطق وتحتلها. فواضح انه في حرب بيننا وبين الاس دي اف، ومهمتنا الحالية انه احنا في مكان هلأ لازم نوجد فيه سلاح تجريبي. تيك وان وي جوت ذا اذرز. قتل واحد بس، هاي واحد وهي الثاني كمان، يلا عيشوا. مش هيك وقعوا هدول؟ هي مهمتنا انه نسيطر على سلاح تجريبي وناخده قبل الاس دي اف. هو موجود في هذا المكان، هذا المكان اصلا إلنا بس اجوا عليه وهاجموه الاس دي اف. احلى طيران. والمهمة اللي بقوموا فيها الاس دي اف حاليا اسمها رايا. اوه طلع عمال الاس دي اف، هدول إلنا اتبعنا هدول الناس، خرب بيتهم شكلهم كمان كمشة مجانين. شو هاد؟ To throw seeker's grenade. اوه فرقع. Damn. Right clear. لازم اعترف لكم باعتراف فظيع يا جدعان. هولد مثلث او اكبس تحت لتغير. اوكي. كول اوف ديوتي يا جماعة، هاي انفينيت وورفير هي اول لعبة كول اوف ديوتي لإلي. اول مرة بلعب كول اوف ديوتي، ما لعبتها قبل هيك. يعني انا خبرتي بكول اوف ديوتي لا تتعدى عملية مشاهدة اخوي وهو بيلعبها، بس اخوي بحبها كثير. بس انا بعد ما شفت الفيديوهات تبعتها كثير تشجعت، وتشجعت اكثر عشان العبها معكم والله. انتي جراب، شو هذا؟ اوه انتي جرافيتي، مضاد للجاذبيه. جميل. واتش يور كورنرز. طب يعني هذه المهمة بس فيها ثلاثة؟ وولف وسايبس وتي وكاسة شاي؟ تي؟ قربنا على مخزن الأسلحة بقول له. فقربنا على هذاك السلاح التجريبي اللي بدهم إياه. Eyes on research lab. That's our mark. شو هي المارك؟ إيش؟ Contact. Contact. مي؟ هيهم. شفتكم. كونتاكت 9 اوكلوك هون، يعني هيهم. ولا شفتك. وين؟ خلاص. اوه انتي جراف، هي مضاد الجاذبيه، صار معنا اربعة حلوين. هو بيلم رصاص لحاله. اوكي عم باخذ رصاص لوحده. ايش انتي جراب؟ هات نرمي انتي جراب. واحد بطخ. هيا شفتك شفتك شفتك. هلا انا بعرف انه اكيد في ناس شاطره كثير في كول اوف ديوتي، تصويب وطخ وهيك. انا ما اظنش اني كثير شاطر، بس اذا شفتوني بخبص ادعموني. شو هاد؟ سلاح جديد بس رصاصه قليل، بس شكله حلو. يلا بنغير. اوكي وين رايح؟ انا وين رايح هسه؟ وين رايح؟ اوكليا هون بدي اعمل زيك ضنط. بدنا نأمن السلاح. وين السلاح؟
هو بس نأمن السلاح بدنا ندمره. شكله سلاح عنيف. اوكي ندمر سلاح. هيو اف سبار والله شكله من الاخر. شو ها؟ هذا نفس السلاح الكبير بس نموذج مصغر منه. هلا ايشي هات ناخذ سيكرز. حبيتهم الصراصير اللي بتفرقع. Let's move. I'm moving. Let's go. Hey. شو هاد؟ اوه اوه انا حاسس حالي بموت صح؟ حاسس حالي بموت. No weapon, no bullet. اخ لا 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 هذا استنى استنى انت عنيف. bullets cannot damage the C12. هي بنفعش مع رصاص. طيب شو نعمل؟ no ammo. وين؟ اخذ امو اخذ امو. في حاجات بتفرقع. دام يو ران وولف وولف اركض زي وولف. ايوه هيك خذ كفر كفر كفر. ريلود مستر وولف ريلود. وينو هذا السي 12 اللي اخ ايوه هيك اخ نو صوص نو امو. اركض هلو هلو سي 12 كيفك شو اخباري؟ انا بنطق قاعد. قنبلة في قنبلة. متت كني؟ I think I'm dead. اوكي. كتجربة أولية منيح منيح. ماشي الحال ماشي الحال. تحكوش علي ماشي الحال. يلا يلا. خلص عرفنا شو بدنا نعمل. الرصاص تبع هذا هناك. اشتحوا البوب اشتحوا البوب. دقيقة في اشي هون. باخذ السيكر. Let's move. على الفاضي كلكم على الفاضي. نو ورك يلا بيلود. رن رن مستر وولف رن. خذ كفر. انا عصبت عليه هذا لأن هو اللي قتلني. قنابلة حقيرة. أوخ نو كفر 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 تيك كفر. أوكي دمرنا أول إيد بس لسه طويلة. رن وولف رن لايك ذا وولف. معيش هيلث الهيلث المعيش رصاص. نو ايمو. طب هلا لو معنا ايمو قطع الغرفة. هلا تي 12 اركض وولف وولف. في قنبلة يا معلم دير بالك. هي في شيء ضايل 13% منه يا ايوه. هاي اكسر اجره اكسر اجره. يا
تشيك بوينت ريتش. ايش عم بيصير؟ انا مش عارف شو عم بيصير. هذا اكتيفيت ويبن، اكتيفيت ويبن، اكتيفيت ويبن. دمرنا كل شيء واحنا معه. عنيف عنيف. أكسجين ديبليتد، خلص الأكسجين، ما فيش نفس. فيش أكسجين. We shot down. My men need medical. You care about your men. مش هذا جون سنو تبع Game of Thrones؟ صح؟ شو جابه هون؟ لا. What? Care clouds judgment. قتل واحد من أتباعه؟ That is why you cannot win. Okay. This place isn't yours anymore. Kill them. Save the bullet. قتل واحد من أتباعه عشان يقول له إنه بيصيرش تدير بالك على رجالك. قصة الاهتمام هاي بتضيع. What is Raya? Unclear. Helmet cam stopped transmitting. It's been 18 hours, no contact. SETDEF's made no demands. Settlement Defense Front doesn't make demands. They planted a flag in our rock. They executed three men and shot down a pilot. Our team was sent to secure classified weapons from a closed facility. That facility is a black site, Admiral. Why the hell is SETDEF allowed in that airspace? By permission of the Accords, all nations have access to Sir, free... Sir, that objective required a full strike force, not a four-man team. Lieutenant Reyes, I implore you to use diplomacy in this office. Take a different tact. Yes, sir. Who else knows about this? Right now? Joint Strategic Air Command, and you. This is a deliberate act of aggression, Admiral. We should be out there on patrol, not down here throwing confetti. The rules of engagement prohibit definitive action under these circumstances. So we stand by with our barrels in the sand and we watch a Fleet Week parade? Lieutenant Reyes, make no mistake. My instincts, which are aligned indelibly with your own, are that we need to engage. Why don't we, sir? They're politicians, Reyes. They'll wipe hell's ass with whatever flag keeps the smokestacks burning. To these men, the idea of mounting an offensive triggers a fresh and unplanned piss. Until there's war, the warriors aren't in charge. But, sir, by the time there's war, it's too late. Hesitation is a hole in the head. You drilled that into us relentlessly in flight school. Work the problem. Respond. You were always a fast learner, Lieutenant. STRATCOM is well aware of our grievances. At this time, no use of force is being considered on an operational level. These are the laws of war, son. Thank you for the briefing, sir. Admiral Raines, E3N is in position on the roof.
Thank you, Petty Officer. What is E3N? Go take a look for yourself. I think you'll be quite impressed. Dismissed. How many? Four. KIA. Europa? Front was already there. Took out the whole team. Looted the site. Son of a bitch. This Felice stuff is nonsense. We should be up in our jackals flying watch. Admiral doesn't disagree. Captain Alderno? Negative. Today, Retribution isn't a warship, it's a parade float. Whole fleet here in Geneva? Doesn't seem right. We do this every year, Saul. Well, let's not miss the party. After you, Lieutenant. Thanks, Slick. Come on. We'll take the scenic route. ملخص المحادثة اللي صارت بين كابتن ريس اللي هو أنا المفروض والمشرف تبعه بحكي له كيف أربعة من جماعتنا انقتلوا على إيد الـ SDF وإحنا ما عملنا إشي. هداك بحكي له طالما إنه ما في حرب رسمية فإحنا ما بنقدر نعمل أي شيء ولازم تنحل المسألة سياسيا ودبلوماسيا ولازم ما نعمل أي شيء له علاقة بالهجوم. هذا المختصر يعني. وكأنه حاليا في احتفال سنوي زي كأنه عيد استقلال أو شيء زي هيك وهو شغال هلأ شغال حاليا عندهم في المنطقة اللي هم فيها. اللعبة شكلها من الآخر وأنا كثير متحمس وحاسس رح أخبص فيها كثير بس مش مشكلة رهيبة. وبعدين حكى له إنه في إشي اسمه E3N بيستنانا بعرف شوين بس. هاي الاحتفال يا جماعة. واو دي حاجة مبهرة خالص. يا سلام. Retribution. I prefer the wild black yonder. You and me both. Rains mentioned a thing called E3N. Heard of it? Negative. Drayman's got all kinds of tricks up those. هذه اللي معه اسمها Salt. Fly into the ceremony with us. Make sure you don't. وما بتعرف شيء عن الـ E3N اللي حكى عنه المشرف. Make a hole. Right this way, Lieutenant. Wow. Service has its perks. We got a plane to catch. شوفوا هالمنظر. واو نايس نايس نايس. واحنا بدنا نشارك بالاحتفال يعني ولا شو بده يصير؟ public relations Reyes propaganda assault. We lost four men and we're throwing a party. مقهور كابتن ريس بقول لك انه فقدنا اربعه من رجالنا وعاملين حفله هون انه مقهور. واو هي شو هاد عيدها علم لبنان. اوه هلو نايس لبنانيه اللوسينت. That? I think we found E3N. Indeed, sir. هذا الـ E3N عبارة عن رجل آلي. Third revision. That's a mouthful. You ain't kidding. Call me Ethan, ma'am. What are your orders? I'm assigned to Retribution, reporting to Captain Alder. Program for combat? Thoroughly, ma'am. Born to kill. عبارة عن آلة قتل محترفة. Ethan أو E3N. Well, now that we're all acquainted. Let's get up and away. Roger, nice. Hello. Roger 6. Ground to escort you to Vengeance. Copy. Rapid 6 to Vengeance. Top cat is on board. We're coming to you. Copy 6. Vengeance is awaiting your arrival. طب احنا وين رايحين؟ You kept the Ethan project well under the radar, Admiral. Captain Alderney. First troop ready model. Quite remarkable. We're revealing him at the ceremony today. You know I get stage fright, right, sir?
You got feelings, Ethan? I do, Lieutenant. I do. I carry مشروع سري كان إيثان. Holy shit, are you serious? ورح يعلن عنه اليوم في الاحتفال. Did not. Data scans are working overtime today, huh, Admiral? A lot of Allied traffic. Always vigilant, Lieutenant. You familiar with the air intercept systems, Ethan? Earth's Iron Shield. Major firepower. Vengeance, this is Raven 6. We're on final approach. Copy 6. Vengeance is awaiting your arrival. Admiral, sir. What is it, Ethan? The Aegis guns. They appear to be tracking our fleet. Incoming! الاس دي اف هجمه، يعني بتهيأ لي اذا هذه ما اعلنت الحرب يعني ما بعرف عن شو ممكن يصير. هلا بقول لك حلها سياسيا. دمروا الدنيا. They're shooting civilians. عم بتخفوا على ال على المدنيين. Damn you, SDF. وطي خذها. Damn. هجموا بقوة. استنى انت كمان. وينهم؟ لا هيك انا بزعل. شفتك. ايثان فرجينا مهاراتك. Damn you! What is happening? أنا حاسس في حدا بتوخ علي من فوق ولا لا؟ صدمة اثنين. شفتك أنت وأنت وين رايح؟ ما ماتش هذا. صدق. يلا بدها شوية تدريب هاي القصة. بالنسبة لإلي يعني. بدها تدريب وبدها رصاص. ووو. أخ. I need some weapon. Something to... Oh, شفتك. Oh, hey, had. Montage. No. في ناس بتطير فوق. Damn you. Oh, هذا قريب. يخرب بيتك شو حقير. والله قريب. Wait a minute! عم يخردقهم صح. خذ لك رصاص. اوه والله اخذنا مونة. بس ارجع. والله كثار. في حدا فوق. اهي هي 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 يور ديد. والله ما انت ديد. انت هلا ديد. خلص عيب عليك. اوه في رصاص. خد رصاص. There is no ammo.
في إيمو، خدنا إيمو. طيب طلع من هون. أنا معك يا صولت. دام أنا كيف ركضت وشحطت هيك؟ مش عارف. All clear. All clear. طيب خلينا على All clear. ما فيش حاجة هنا. تمام. أدرينالين يعني على آخر. أنا متحمس جدا جدا جدا. واو. وعملت تشيك بوينت المفروض. أنا متحمس جدا. واو. عن جد حلوة. حلو حلو. بتمنى يكون هالفيديو عجبكم يا أحلى جيكس. ولا تنسوني من اللايك والسبسكرايب والشير لاني بحاجه لدعمكم. يعني انتم شايفين كول اوف ديوتي واول تجربه بدها دعم. ما بتقصروا اكيد انا بعرف. شكرا كثير للمتابعه وانا برجع لكم بفيديو جديد قريبا بامان الله.